داخل متحف محمود خليل من أفضل المشروعات الإنشائية من حيث الترميم حول العالم، كما جاء في المجلة الأمريكية ENR. برحب بيكم مرة تانية، وبرحب طبعا بالدكتورة نسرين أباظة مدير المتحف. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. وعايزين نتعرف من حضرتك على القيمة الفنية لمتحف محمود خليل. طبعا القيمة الفنية إن كل المقتنيات اللي موجودة في المتحف كلها لفنانين عالميين، والنسخ اللي موجودة هنا مش نسخ، يعني هي أصلي الفنان هو اللي عمل منها عدة نسخ، يعني مش يعني القيمة ذات نفسها في قيمتها إن الحاجة اللي هنا أصلي أوريجينال، وفي منها قطعة واحدة، يعني مثلا زي الأنفورة اللي هنا دي قطعة واحدة، دي ترجع للعصر الروماني، دي قطعة واحدة مفيش منها مثيل حول العالم، دي الأنفورة الروماني دي ترجع للعصر من قبل الميلاد، فدي الأنفورة دي كانت بتتعمل زمان أو كانوا بيستخدموها بيحطوا فيها النبيد أيام الرومان، دي القطعة الوحيدة اللي موجودة حول العالم. آه. مقتنيات، وفي مقتنيات تانية كتير برضو في المتحف، زي في تمثال بلزاك ده من الجص أو الجبس، ده للنحات الفرنسي أوغست رودان. إيه تاني من مقتنيات متحف محمود خليل لفنانين عالميين؟ في طبعاً أكتر من الفنانين الفرنسويين، في كلود موني، في جان فرانسو ميلي، بول جوغان، النحات أوغست رودان، في برضو من ضمن الفنانين ألفريد سيسيلي، ده فنان من أصل بريطاني بس اتولد وعاش فرنسا، في فنانين كتير. طيب هستأذن حضرتك إن احنا نستكمل هذه الجولة ونشاهد سويا مقتنيات متحف محمود خليل. عبق التاريخ بيرجعك 100 سنة واكتر. المتحف ده شيده السياسي المصري الراحل محمد محمود بك خليل في قصره في الجيزة سنة 1920، وشيده على الطراز الفرنسي، جمع فيه مقتنيات فنية من كل أنحاء العالم خصوصا من أوروبا. هذه المقتنيات فضلت في قصره 40 سنة لغاية وفاته عام 1953، وكان وصى بهذه المقتنيات لزوجته على أن توصي بها وبالقصر كمتحف للحكومة المصرية بعد وفاتها. المتحف فيه عدد كبير من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل، بيصل عددها ل 304 لوحة من إبداعات 143 فنان حول العالم. مش بس كده، عدد التماثيل البرونزية والرخامية والجبسية حوالي 50 تمثال من صنع 14 فنان، كلهم فنانين عالميين. بتبلغ المساحة الكلية للمتحف حوالي 8450 متر مربع. قيمة المتحف مش بس في تاريخه ولا بس في الطراز الفرنسي المبني بيه، لكن قيمته الحقيقية في التحف الفنية النادرة اللي جواه، اللي بعضها بيصل ثمنه لملايين الدولارات. مصر كبيرة بتاريخها وحضارتها، مصر بلد الفنون والثقافة. دكتورة نسرين، ما هو أغلى عمل فني من حيث القيمة الفنية والمالية في متحف محمود خليل؟ في عندنا لوحة الفنان الفرنسي كلود موني، رائد من رواد المدرسة التأثيرية. تميز كلود موني ان هو حب يخرج من او يطور من المدارس الفنية الكلاسيكية او الرومانسية، ويتجه لأسلوب جديد او نظام جديد في المدارس، المدرسة التأثيرية او الانطباعية، ان هو يعني يتأثر يخرج بره نطاق المرسم ويتجه للمناظر الطبيعية، وياخد الانطباع التأثيري بتاعها للشمس، يعني الإضاءة بتاعتها، يعني مثلا باختلاف الأوقات، يعني ممكن يصور اللوحة يرسمها يعني في وقت مثلا الفجر، يرسمها في الظهر، يرسمها على المغرب على وقت الغروب،
وممكن تترسم برضو في الصيف في الشتاء باختلاف المواسم في الربيع. طبعا كل ده بيختلف مع اختلاف الأوقات واختلاف الفصول، فبتختلف اللوحة، بس المنظر واحد بتعدد بس الزوايا أو تعدد المنظر اللي تعدد ليها تعدد التوقيت. طيب خلينا نتكلم مع بعض عن عمليات الترميم والتجديد اللي حصلت في متحف محمود خليل، متى بدأت وعمليات التنفيذ ومراحل التنفيذ، كلميني عنها. ابتدى التطوير سنة 2014، ابتدى تطوير المتحف، كان المتحف مغلق لمدة 10 سنين وبعد كده تم تطويره، ابتدى البدء التطوير في 2014. طبعا الحلو في التطوير ان المتحف تم تطويره على احدث النظم العالميه للمتاحف الفنيه في العالم، ويعد هو المتحف الوحيد اللي في مصر اللي متبع النظام، متبع فيه نظام النظم الامنيه بالنسبه للتامين الحريق، بالنسبه للكاميرات المراقبه، كشافات الإضاءة، نظام التعليق للوحات والأعمال الفنية مختلفة عن بقية النظام التقليدي لبقية المتاحف، نظام استخدام اليو بي اس ونظام الشبكات الاوتوميشن از يوزنج، كل دوت مختلف، بس طبعا كل ده تطور كل ده العالمي، النظم دي كلها اتحافظ فيها على الطراز المعماري للمتحف، لأن المتحف طراز معماري مبني من سقف 1915، فما تأثرش أي أثر فيه، يعني لا أرضية اتشالت ولا رخام اتشال ولا باركيه، كله اتحافظ عليه زي ما هو، حفاظ على المعمار. إدارة المتحف بتسعى إلى ضم المزيد من المقتنيات الفنية والأثرية سواء كان في مصر أو في الوطن العربي أو في العالم؟ المتحف مليان بالمقتنيات الفنية، وفي لسه يعني من ضمن التطور اللي هيتعمل إن شاء الله في خلال الأيام أو بالأسابيع، يعني مش هنطول أكتر من كده، في مجموعة جزء عندنا متشال في المخازن، حاجات بسيطة، ده هيتم عرضها مثلا، يعني في مثلا حاجات خزف اسلامي تركي ايراني فازس، كل ده هيتم عرضه في الفترين. امتى؟ في فترينه هنا جوه، انا يعني في الخطه الجايه في خلال اسبوعين كده. احنا بنوجه دعوه لكل المهتمين بالثقافه وبالفنون انهم ييجوا متحف محمود خليل سواء كانوا من مصر او من الوطن العربي او من العالم، ييجوا يروا مقتنيات متحف محمود خليل، هذه المقتنيات ذات القيمة الفنية والقيمة المالية الغالية جدا علينا. طبعا بتمنى طبعا من برنامج حضرتك ان يبقى ده بداية دعوة للعالم كله انه يجي يتفرج على متحف محمود خليل، انه يبقى عايزاه يوصل للعالمية، بدل ما هو متحف مصري في مصر، لا يوصل للعالمية. واتمنى طبعا يوصل من خلال برنامج حضرتك. وبالنسبه في طبعا عندنا مجموعه من الفنانين او خريجين الفنون، وعندنا ورش فنيه موجوده في المتحف، وفي كليات فنون بتيجي تتمرن، هي تربيه عملي عشان يتعلموا من في المتحف، يتعلموا اسلوب الامين المتحف. متحف محمود خليل هو متحف ذو مقتنيات عالمية على أرض مصرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة دكتور نسرين باظة، مدير متحف محمود خليل. هذا المتحف هو قيمة فنية وثقافية غالية جدا علينا هنا في مصر، وغالية على الوطن العربي والعالم كله، خصوصا بعد ترميم وتطوير هذا المتحف، واللي يعني حاز على أفضل مشروع ترميم حول العالم حسب المجلة الأمريكية للاستشارات الهندسية ENR. وهنختم حلقتنا من برنامج اليوم بكلمات عن هيجل، وهو يتحدث عن الفن والجمال. الفن هو تعبير تلقائي عن روح الإنسان وخلوده لكي تبقى
بعد أن يفنى. إلى اللقاء.